بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حمده الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب سموه فيها عن خالص تهنيه بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا سموه حفظه الله ورعاه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، داعيا سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع عليه من رقي وتقدم في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عبر فيها سموه عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته بمناسبة اختيار سموه وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مبتهلا سموه إلى البارئ تعالى أن يوفق سموه لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من تطور ونماء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.